ما لفتني مثلا كلمة مجلس الشعوب، وهي كلمة الشعوب كلمة متعارف عليها ضمن العقد الاجتماعي الدولي على مستوى منظمة مثل الأمم المتحدة، حيث يوجد فيها مجموعة من الشعوب. ولكن في إقليم صغير هو شمال شرق سوريا، هناك تأكيد إذا على الانفصال ما بين شعب كردي وشعب سرياني وشعب عربي، بمعنى أن هناك رغبة بالانفصال، رغبة واضحة، وبالسيطرة على تلك المكونات بحدها الأكبر، بمعنى أن الجانب الكردي وقسد تحديدا لا تريد الاكتفاء بالمناطق التي تسيطر عليها، تريد التوسع ربما ما أبعد من ذلك في وحتى يعني المنطقة إحدى التي النقاط ربما توجد في فيها هذا وتسيطر السياق. عليها القبائل العربية. هناك أيد سياسية وهناك عدم تكافؤ في القوى السياسية، بمعنى أن يعني قصد بشكل أساسي والجانب الكردي هو الذي ربما يضع مثل هذه القضايا بما يتلائم مع مصالحهم، وبالتالي أن موضوع أو فرضية تكافؤ القوى الاجتماعية والسياسية قد يكون غير واقعي على المستوى الفعلي على الأرض، وبالتالي قصد هي من ربما ستكون المستفيد من ذلك. يعني العبرة في التنفيذ، يعني حتى الدستور السوري سيء السمعة، لو كان يطبق لكنا في وضع مختلف عن فترة الأسدين يعني، وبالتالي العبرة في التنفيذ، ليست القضية أن يكون هناك نص مكتوب بشكل جيد قانونيا وعمليا، تظل القضية وضع الأمور موضع التطبيق. يعني كنت سأتحدث مثلا الأمم المتحدة، يعني مبادئها مهمة ولكن نلاحظ أنها عاجزة أمام القوة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما مثلا ما يحصل في غزة انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة وانتهاك لحقوق الإنسان، وهناك جرائم حرب، ولكن تطبيق مبادئ الأمم المتحدة يخضع إلى آلية مختلفة، وهي آلية الأقوى وعدم الأخذ بمثل هذه القوانين والنصوص القانونية موضوع التطبيق. الآن يعني نحن في سيناريو مشابه تقريبا، الإدارة الذاتية التي غيرت اسمها في هذا العقد الاجتماعي بين قوسين الجديد إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية، وهو ما يذكر بقوى سوريا الديمقراطية أي الكردية بشكلها أساسي. وأيضا كما تفضلت، يعني هناك تغييب اجتماعي، وبالتالي الأشخاص الذين كان يمكن أن يتم استشارتهم من الجانب العربي على سبيل المثال والقبائل العربية، هم أشخاص قد يكونون مقربين بشكل أو بآخر إلى الجانب الكردي، كما كان هناك مثلا وضع مجموعة من الأشخاص من العشائر العربية تحت الإدارة الكردية، الأمر الذي أثار حربا يعني أو صدام وما عسكري يزال يعني هناك تبعات في لذلك. الأشهر الماضية كما لاحظنا.